بسم الله وتوكلنا على الله بأن الله مصلي وسلم على سيدنا محمد. هاني جيت اخوتي نشارك معكم واحد المقديه اللي تقديت، واحد المرقه غادي نديرها معكم. نتمنى ان شاء الله يرقكم الفيديو، وما تنسونيش من الدعم والاشتراك في القناه، وجزاكم الله كل خير. جبت السكر هذا اللي كندير القهوه، جبت منه جوج باكيات حيت باقي عندي نص باكيه. هذا سكر القهوه باقي عندي منه نصويه مش نص باكيه، ومعمره منه واحد القريعه من القهوه ها هويا. صافي جوج هادو كافيين ان شاء الله بحول الله للشهر. جبت هنايا السكر تاع اتاي حتى هويا من عند هنايا من عند المغاربه، دوك الباكيه جبت السكر تاع اتاي. و جبت استعدادا، حنا راه بدا عندنا البرد. شوفوا انتما كي دخلت بقيت لابسه تريكويا. هنايا جبت العدس وجبت الحمص وجبت اللوبيا، جبت واحد قرعه الزهر من عند المغربي مع كنصوم. قلت بغيت نصاوب حيت نصاوب شويه الحلوى والشباكيه. هنايا جبت واحد جوج حكاك ديال الطون، هذا طعمه طيشه الطون عندي الاخر. هذا الشيء اللي جبت من عند المغربي صافي. وجبت معايا مشيت سوبر مارشي جبت البانا، هذه البانا. وجدت معايا هاد مطاشه لقيتها اوفيرتا في داري لها وقيلا ما عقلتش حي داري لها. المهم خديت كارطونه فيها سته، طلعت جوج وخليت ربعه لتحت. خديت من سوبر مارشي خديت البطاطا الحمراء، كتعجبني انا البطاطا الحمراء ما كتحلش في الطياب. جبت البطاطا الحمراء وجدت هاد القاعد تاع الفران، وهذا تاع البلاستيك الميكات تاع الثلاجه وداكشي مازال عندي. جبت باكيه وحده السنيده الا بغينا نديرو شي كيكه ولا شي حاجه كنحتاجها. جبت الكبار كنحتاجو لي بات، وتعجبني تيجي مع كلشي، مع كلشي مع البيض ومطيشه مع اي حاجه تيجي. جبت هنا هاد الزرار اللي كندير مع الخبز وغنديرهم حتى مع الحسوه ان شاء الله، دابا غادي نشاركهم معاكم. و جبت هاد لي بات من عند شيوا، كتشوفوني ديما هادو كنستعملهم كنعاون بهم حتى هما، بحال هكا تيطيبو بسرعه وتيجو لذاد وشي حاجه للتغيير. و جبت هاد الفرينه تاع الصوجا هانتومايا، جبت هادي من سوبر مارشي فرينه الصوجا، راه غني عن التعريف. وفي المغرب اللي ما لقاش الفرينه الصوجا راه جري الصوجا ويطحنها. وجبت هاد النوع تاع لي بات هذا، دابا ان شاء الله غادي نشاركو معاكم. صافي هاد الشيء اللي جبتو، جبت الماء راه خليته لتحت، والماء والحليب وداكشي خليته لتحت، يعني وريتكم هاد الشيء اللي جبت ماشي شي حاجه بزاف. المهم داكشي غادي يديني ان شاء الله شهر، ما بقيتش نتقدع عشوائيا. ولقيت هاد الكرموس في الروسيتو رخي شهيناه وجناه. هاد الشيء اللي كاين، هاد الشيء اللي كاين شاركت معكم، وغادي نشارك معكم ان شاء الله الغديوه اللي غندير. صافي هنا بعد ما ستفت هذيك السبيزا داكشي اللي تقديت حيت تدرتو في بلاصتو، قلت غادي نرد الغدا نديرو معكم، عاد غادي نعجن الخبز حيت ما بقاش ليا الوقت بزاف. غادي نشارك معكم غير الطويجين مع بغيت نديرو ديال القيم ديال هذا اللي بحال الشفرجل. انا غادي نوري لكم وهو صغير، ها نتوما بحال الشفرجل وهو صغير. انا بديت نقي فيه ولكن نطر الطاجين حيت ها نتوما هو صغير وردير بحال التفاح صغير ور، هو شفرجل شفرجل صغير تنقولوا لي حنا القيم. قلت نشارك معكم، هنا كاين اللي كيطيبوا بالملوخيه وكاين اللي كيطيبوا بوحدو، انا غادي نديرو ان شاء الله غير بوحدو مريحه. وقلت نشارك معكم عمرني ما درتو في القناه وخصوصا المبتدئين. هنا درت الحيمات وغادي ندير عليهم البصله شويه، ديروا البصله بزيد والثومه، حتى الثومه كيبغي الثومه شويه كثيره. صافي غندير هكا
هذاك يطيب في المرقة ماشي بحال الشفرج اللي كيطيب بوحدو. صافي غندير الزيت هذا، راه ماشي كيكثر الزيت حيت تيخرج غير شويه، وغادي انا ندير مليحه. وغندير شويه الكركم ونخليه يتقلى مزيان. راه البصله كتطلق الماء واسميتو واللحم تا هو تنعرفو تيطلق الماء، غير يتقلى شويه ونكملو معاه المراحل ديالو. صافي هنا كي تتشوفوا ها هو تقلى لينا، تقلاو دوك الحيمات مزيان وطلقوا داك الماء ديالهم. هنايا غادي نضيف شويه ديال الابزار، وغادي ندير سكين كبير. سكين كبير وغادي ندير عويدات ديال القرفه. صافي وهنا غادي نمرق طاجين، بغينا ممكن نديرو فيه لقزبر الا ما عندناش. صافي وغادي نخليه يطيب، تيدخل اللحم تيقرب يطيب اللحم، عاد غادي ندير القيم ونديرو الاضافات اللي مازال. صافي هنا كي تتشوفو ها هما اللحم طابو وتشربو مزيان. صافي غادي قبل ما نرمي هاد القيم ولا الشفرج، نقولو ليه الشفرج الصغير، غادي ندير اللي بيدير العسل اللي يديرو. انا غادي ندير شويه السكر هنا في هاد المريقه، باش المريقه تجي حلوه تشرب لينا ويتشرب لينا معاها هاد القيم الحلاوه. صافي غادي نسطفو كايا كي تتشوفوا، راه تيجي هائل نتمنى ان شاء الله تجربوا. هو اصلا الطياب ديالو في مراكش وفي اسميتو تيديروا معاه الملوخيه، تيجي تيجي في تف الكوكوت اللي بين الصبوع عادي تيجي زوين. الى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الايام سرعه كاننا نرى. صافي هنا بعد ما استفنتو غادي ندير ليه شويه القرفه من الفوق، صافي. ومره مره غادي نسقيه بديك المريقه ديالتو اللي هكا يا منين غلا، نهز بالمعلقه ونسقيه من الفوق طيب. ها هو الطاجين ديالنا بعد ما وجد تيجي هائل، نتمنى ان شاء الله تجربوه، راه كيجي رائع. وراه هاد القيم راه موجود في المحلات الكبرى في المغرب، راه كاين عطاه الله، وهنا راه كاين في المحلات الكبرى، وكاين حتى في السوق بعض المرات تيكون عند دوك الخضاره اللي كيجيبوا ديك الخضره بيو، وهذا تيكون فيها. بغيت نوريكم ها نتوما كتشوفوا، شتو ديك المريقه تتشرب مزيان تيجي رائع. ها نتوما راه طاب تتفرتت شتو. صافي نتمنى ان شاء الله تروحكم هاد المريقه، و وما بغيتش نطول عليكم نصور بزاف د الحوايج. يلا صورت المقديه والغدا